هذه المنافسه هذه ديال الكاف كاول مشاركه ديال الفريق التوارقي. صراحه كانت منافسه جميله ومزيانه كل مره نشوف بحال دي زيكيب بحال هكا كيتنافسوا وكيلعبوا على الكلاسمون، ما بقاوش ديما نفس لي زيكيب نفس هذه باش نشوي تكون الكونفيرونس بيناتهم. كل ما تقاس الكونفيرونس ديال كيتقاشا فرق الشباب باش عطاو حتى الفرق اللي من دي زيكيب اخرين عطاو الماكسيموم ديالهم. هذا ما كان توالقا عندها صراحه دراري زوينين، ايكيب زوينه زعما صراحه كلشي من ا حتى زد. اول مره كاول مره هي صراحه مزيانه داكشي كما كنشوفها صراحه عندها نقطه ايجابيه. انا كنظن ان جهه توركا يقدر يكون هو الحصان الاسود هنايا، حيت راه عنده واحد التركيبه وعنده واحد من الناحيه ديال اللاعبين اللي سطاف المدربين. تبارك الله المدرب زمراش عنده فاكشيك زويون، اللاعبين كاملين نتمنوا التوفيق ليهم والتوفيق كما قلت لكم جميع الفرق ان شاء الله. صراحه كنشوفوا هذه المشاركه ديال الفريق اول ظهور له، ما نقولوش سهله ولكن نقولوا ان شاء الله تكون مشرفه لدوله المغرب. كيف ما كنشوفوا سنه الجوله الاولى كان شويه صعوبات وخوف تخوف من طرف اللاعبين اول مشاركه لهم، امر طبيعي اعمار سنيه ما كتفوتش 24 سنه و 25 سنه. الفريق يلاه كيبني راسو بشي ان شاء الله يلقى راسو في ادغال افريقيا كيف ما كنقولوا، ما كنقولوش افريقيا ادغال بحكم ان الملاعب اللي غادي نشوفوا غيلعبوا فيها لا فريق الرجاء لا فريق اتحاد التوارقه خارج الديار كتكون شويه صعبه، لا بالنسبه للطقوس كيكون درجه الحراره المرتفعه والرطوبه، لا بالنسبه للجوده ديال ارضيه الميدان كتكون شويه صعيبه. كنتمناو فريق اتحاد التوارقه ياخذ الغمار في هذه المنافسه مع واخا اول مشاركه ياخذ الغمار ويشد راسو كيف ما كنقولوا في اللغه المغربيه ديالنا، وعلاش لا يحقق المفاجاه. نقول المفاجاه حيت كاينين فرق صعاب خصوصا كنهضروا على فرق شمال افريقيا بحال بيراميد اللي ما غتكون سهله بالنسبه لهم. ان شاء الله بغيناهم بعدا يحسموا هنايا هذه المباراه هذه ولو فرق هدفين باش نمشيو لابيجون نلعبوا شويه مرتاحين باش نعطيو شي حاجه لدوله المغرب نشرفوها، وان شاء الله فريق تاع التوارقه يقول الكلمه ديالو ان شاء الله هذا الموسم. صراحه مدرب زمرات اللي دزت انا عليه الدور صراحه المدرب شنقول لك كيعطي الخاطر اللاعب ديالو كتحس به بحال الاب ديالك داخل الملعب وخارج الملعب. كنتمنى من اللاعبين يعطيوه عقلهم حيت هو بزاف يعطيهم الاضافه بزاف، وشنقول لك المعين والله عز وجل وشك الاداره ديال اتحاد التوارقه مشكوره على هذا العمل اللي دارت باش تطلع من الهوات في ظرف خمس سنوات الدرجه الثانيه الدرجه الاولى وتشارك في الكونفدراليه الافريقيه. خاصك تكون عندك اداره نقولوا شاده بزمام الامور، وان شاء الله نشوفهم حتى هما تيتوجوا ربي يسهل عليهم ما يمشيش لهم هذا العمل كامل اللي داروا في هذه السنوات الاخيره هباء منثورا. للمزيد من المعلومات ما تنسوش تابوناو وتفعلوا الجرس باش يوصلكم جديد لو سات تي في. هذا البرنامج قدم لكم من طرف كوتي سبور. كوتي سبور منتوجة المغربية للألعاب والرياضة. MDGS نربحوا الرياضة.